بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في هذا الدرس رقم 50 في سلسلة سي اس اس. اليوم ان شاء الله نتكلموا على لي ترانزيسيون. الوغ لي ترانزيسيون هو كيفاش تمر من واحد الحالة لواحد الحالة بالتدرج. باش نوضحوا المسألة، هنا عندي واحد الصفحة فيها ديف وحدة، هاهي هنا، وجيت للسي اس اس و عطيت دي فالور ديف و سميت الهافر. اذا مبدئيا غادي واحد المارجين طوب 20 بيكسل باش يبعد شويه من الفوق ديال الصفحه، وعاطيه باك جراوند كولور زرقاء، و لا لارجور 300، لا اوتور 500، ولما نوقف فوق منها يعني الهافر تولي الخلفيه خضراء، ويتزاد في لا لارجور ويتزاد في لا اوتور. مبدئيا ها ليكزومبل، لاحظوا انا دابا برا، انا نوقف فوق منها شو كتغير لا لارجور ولا اوتور ولا كولور ديال الخلفيه، ولكن كتلاحظوا التغير مباشر، ما كاينش داك التدرج. فالا بغينا التدرج كنستناو ترانزيسيون، وترانزيسيون فيها اربعه ديال لي بروبريتي، غنتعلمهم كاملين ومن بعد نديرو لا بروبريتي شورت هاند اللي كتستعمل غير ترانزيسيون. فغنجي هنايا وغنبدا بالترانزيشن بروبرتي. ترانزيشن بروبرتي يعني كتقول لي هنا شكون لا بروبريتي اللي باغي تطبق عليها لا ترانزيسيون. فغنبدا في الاول بلا لارجور، دونك ويت انفيرغلي. لا بروبريتي الثانيه اللي غنستعمل هي ترانزيشن دوريشن، وغنعطي هنا 5 سكوند. اذا كنقول لي لا لارجور تحول من 300 ل 500 في 5 ثواني بتدرج. اذا جيت لهنايا اكتواليزيت، لاحظوا لا ديفيرونس دابا شو نخرج. لاوتور واللون كيتبدلوا مباشره، ولكن لا لارجور كتبدل بطريقه متدرجه. لاحظوا شي لا كولور والارتفاع تبدلوا في البلاصه، ولكن لا لارجور غادا بشويه بشويه لمده 5 ثواني. اذا بغيت نطبق حتى في لاوتور فكنجي نفصل ما بين لي بروبريتي هنا فيغول، فكندير هايت ونخليها حتى هي 5 سكوند. و الى رجعت لهنايا اكتواليزي، لاحظوا دابا بجوجهم لا لارجور و لا هوتور كيمشيو بشكل متدرج. الى بغيت حتى لا كولور فغنجي ندير هنا فيغول و نكوبي هاد لا بروبريتي هادي. اذا دابا غيدالهم كاملين، نعم شفت حتى لا كولور كتبدل بشكل متدرج. ويمكن ليا نعوض هادو كاملين وندير اول حتى لا ميم شوز. مزيان، نرجع دابا دوك لي تخوا بروبريتي. ايوا دابا ترانزيشن دوريشن 5 سكوند كدا عليهم كاملين. الا بغيت كل واحد نعطيه ديالو عاوتاني غنجي هنا ندير 5 سكوند، ولكن لا كولور مثلا بغيتها تحول في 2 سكوند. انغيستري اكتواليزي، عرفتو دابا لا كولور تبدلات اسرع منهم، حيت دابا كل واحد خدا لا ديوغي ديالو خاصة به. غادي عاوديتها ليكم نحيدها دابا، نخليهم كاملين 5 سكوند. هاد لي دو بروبريتي هادو هما الأوبليغاتوار، هادو هما الأساسيين. خصك تعطي لا بروبريتي اللي غادير لا ترونزيسيون، خصك تعطي لا ديوغي ديالها. إلا مدرتيهاش لا باغ ديفو هنا زيرو. هانتوما لاحظو أنا نحيد هاد السطر هدا، أنا باغي نطبق لي ترونزيسيون على هاد لي تخوا بروبريتي. كنلاحظو دابا شتا رجعت هو كأنني مدارتش ترونزيسيون، علاش؟ لأن إجباري خصك تعطي لا ديوغي. إذن ضروري ما تعطي لا ديوغي. لي دو زوطخ بروبريتي هما ترانزيشن ديلي، وهادي كتقول لي شحال ديال الوقت يتسنى عاد يبدا لا ترانزيشن. فإلا درت لي مثلا 10 سكوند لاحظوا شنو غيطرا، هاهو 10 ثواني بعدا عاد تبان لي الديف. هانتوما حسبوا 10 ثواني عاد تبان لينا الديف. هيا بان دابا، لاحظوا لما غنوقف فوق منها 10 ثواني عاد تبدا لا ترانزيسيون. هانتوما حسبوا دابا 10 عاد تبدا لا ترانزيسيون. نعطو اذا عاد 21 ثانية ضاعت على والو وصافي. مزيان دابا نصغر هادي نرجع 1 سكوند عاد تبدا لا ترانزيسيون. لا ديغنييغ بروبريتي هي ترانزيشن تايمين فانكشن،
او غادي كتاخد بليزيوغ فالور غنديرو بعضهم ما غندوزوش عليهم كاملين. باغ ديفو ما كاينه ايز، هذه اللي كتكون باغ ديفو. ونتكلم هنا على لي فالور باغ ديفو. هاد ترانزيشن ديوريشن باغ ديفو كيكون زيرو، ترانزيشن ديلي باغ ديفو زيرو، ترانزيشن تايمين فانكشن باغ ديفو ايز، و ترانزيشن بروبريتي باغ ديفو اول. الى ما درتي لي حتى شي حاجه غيحولهم كاملين. مازي اذا هادو هما لي فالور باغ ديفو احنا تكلمنا عليهم. دونك شنو هي ايز؟ ايز هي السرعه كتبدا بطيئه وكتسارع في الوسط وترجع تسباطا في النهايه، هذا هو معنى ايز. لاحظتوا هنا دابا، لاحظوا ان السرعه تبدا بطيئه غتسارع وترجع بطيئه عاوتاني. شوف بدات ببطء، شوف سارعت، شوف الاخر تباطا، هذه هي ايز. لا فالور تاني تاخد هنا لينير، ولينير يعني كتقول لي السرعة ثابتة، ما كاين لا تسارع لا تباطؤ. السرعة باش غيبدا هي باش غيكمل. ما كاين لا تباطؤ لا والو، سرعة وحدة. دابا ما كيبانش الفرق، غير دابا شدو لا ديفينيسيون وبقى تلعب بهم تطيح في اللي بغيتي. دابا انت عينك ميزانك، بان لك لينير خدام لك مزيان، بان لك ايس خدام لك مزيان، بان لك زوطخ فالور مزيان، خدم بلا فالور اللي ناسباتك. ثروازيام فالور ايز ان، وهنا السرعة كتبدا بطيئة وكتبقى كتسارع حتى كتنتهي، كتبدا بطيئة وغدا كتسارع 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 حتى كتنتهي. شوف واش تبان لينا، دونك السرعة تبدا بطيئة وغدا كتزيد في السرعة وما كتباطاش في الاخر، لاحظتوا ما كاينش داك التباطؤ اللي كان كيكون من قبل. ايز اوت لا فالور الرابعة ايز اوت. الوغ ايز اوت السرعة كتبدا سريعة وكتبقى تباطأ حتى النهاية. هاو بدا بسرعة، شوف 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 غادي كيتباطأ، شتا مازي. لا فالور الخامسة ايز ان اوت، يعني كيبدا ببطء كيتسارع في النص ويكمل ببطء، هذا هو ايز ان اوت. كيبدا ببطء يتساهل في النص يرجع يغالونتي على الفان. لا فالور الاخيره اللي غنوريكم هي كيوبيك بيزر. الو هاد لا فالور كتاخذ ربعه ديال لي فالور، هنا كتاخذ ربعه ديال لي بارامتر. هنا ما غندخلش في لي ديتاي شنو هو ان كورب دو بيزيي. هاد واحد الحاجه كاينه في الرياضيات سميتها ان كورب دو بيزيي، وهاد هاد ترانزيشن تايمين فانكشن راه كتاخد في كاع لي فالور ديالها كتاخد ان كورب دو بيزيي، بناء على كتسارع ولا كتباطا. المهم هنا كياخد ربعه ديال لي فالور محصوره بين صفر وواحد وبقى تلعب بهم تطيح في الفين اللي بغيتي. الا درت مثلا 0.2 0.2 0.2 0.2 ونجربو لي فيك غيولي. إلا جيت بدلت هنا مثلا درت واحد وهنا درت واحد أونغوجيستخي، شوفو لي في دابا. شتي كي دار؟ بدا ببوط غادي يمشي بشويشوي في اللخر أسرع. إذا أنا بناء على القيم اللي كتعطي هنا في كوبيك بيزي أنت كتحكم في كيفاش يتساع كيفاش يتباطا في الأول في اللخر في الوسط إكسيتيرا. انا دابا غنرجع هادي ايز، واخر حاجه نتعلمو دابا هي كيفاش نتخلص من ربعه السطوره ونستعمل لا بروبريتي شورت هاند. فنجي لتحت وندير ترانزيشن، غنجي نبدا بالبروبريتي هي ويت دي اسباس، نتبعها لا ديوري اللي هي 5 سكوند، نتبعها ترانزيشن تايمين فانكشن اللي هي ايز، عاد نتبعها ديلي اللي هو واحد سكوند. الا بغيت ندير اون دوزيام بروبريتي غندير فيغكول ونكوبي لا بروبريتي اللي هي هايت، نجيبها هنا وهادو ما غنغيرهمش. كونترول سي كونترول في فيغكول، وندير واحد اونتري باش يبقى يبان ليكم، ونكوبي لا تخوازيام بروبريتي اللي هي باك جراوند كولور، نجي هنا كونترول في
اون كوبي او ثاني هادو كونترول سي كونترول في سي صح. اذا هاد لا لين هادي راه ايكيفالونت لهاد لي 4 لين هادو، غير هادي تستعمل لا بروبريتي شورت هاند. مزيان، وهذا هو الترتيب اللي خصك دير. هنا بروبريتي، هنا ديوريشن، هنا تايمين فانكشن، عاد هنا ديلي، وتوصل ما بين لي بروبريتي باستعمال فيرغول. نحيد دابا هاد لي لين هادو كاملين، انريجستري، اكشواليزي. Pardon, c'est le même résultat. Savoir on détient un short hand ou on détient les quatre lignes, c'est la même chose. Alors, on a une question. بإمكان كنا دير لي بروبريتي اللي بغيتي. انا استعملت لا لارجور ولا هوتور واللون ديال الخلفيه. بإمكانك دير اللي بغيتي. مثلا لو بغيت تزيد المارجين، فغنجي ندير هنا مارجين وندير 20 بيكسل. اونغوجيستري ونحيد هاد المارجين طوب، لان دابا ولات المارجين من الجهات كاملين. لاحظوا هادي فيها، لاحظوا لا ديفيرونس دابا، جا هو زاد مارجين 20 وهي تا هنا كاين 20 وتا هنا 20 وتا هنا 20. اش غندير؟ غنجي لتحت ونزيد المارجين، غنجي هنايا مارجين ونرجع مثلا 200 ونجي تا هنا ونزيد المارجين، فغندير مارجين ونكوبي هادو كونترول سي، نجي هنا كونترول في اونغوجيستري، رجع لا باج ديالي اكشواليزي. لاحظوا لا ديفيرونس دابا لما غنوقف فوق منها، شوف على كولور كتغير ديمونسيون كيتغيرو والمارجين تاهي كتزاد من ديك 20 اللي كانت كتولي 200. الو وبامكانكم نتوما تجربوا لا بروبريتي اللي بغيتو وشوفوا لي زيف اللي غيخرجوا ليكم. انا كنتمنى المسائل تكون واضحه، نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.